بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم تحت سقف واحد، بعضنا مهتم بالشأن الحقوقي والإنساني، والبعض الآخر معني بمشروع إصلاح النظام، والبعض الآخر بمشروع إسقاط النظام، والبقية قد تلتزم الصمت وتنتظر الفرج. ما يجمعنا اليوم هو سؤال واحد نشترك به، ألا وهو الخوف على مستقبل جزيرة العرب المجهول في ظل نظام تتضح ملامحه القمعية يوما بعد يوم، حيث أصبح حتى من يلتزم الصمت يواجه الاعتقاد التأسفي. لذلك قررت أن أضم صوتي لأصواتكم بهذا المحفل الذي يعتبر نقلة نوعية في العمل السياسي المشترك، ليسلط الضوء على معضلة تشتت الأصوات المنادية بالتغيير في المملكة، والتي يستغلها النظام للتوغل أكثر وأكثر في قمعه وتهميشه للمجتمع بكافة أطيافه، حيث لم يسلم من بطشه حتى أقرب الناس إليه. ندعو الحاضرين والمستمعين للتصدي لهذه المرحلة الحرجة، وأهم ملامحها هو تجاوز الخلافات العميقة أو السطحية التي فرقت وفتتت القوى الاجتماعية والسياسية والحراك السياسي في المملكة تحت قمع ممنهج. ودعوتي إليكم تشمل الآتي: أولا، توحيد الصف إعلاميا وسياسيا حتى نتجاوز مرحلة التفكك. ثانيا، الاتفاق على ميثاق عمل مشترك وطني تنتفي منه النعرات القبلية والطائفية والمناطقية والفكرية. ففي نهاية المطاف لن يسلم أحد ولن ينجو أحد من قمع نظام إن كان فيه عدل فهو عدالة القمع، حيث كلنا نكون فيه سواسية أمام بطشه، ما عدا أقلية قليلة مرتفعة الصوت كثيرة الضجيج توهمنا أن الكل مساند للنظام ويعارض أي عمل إصلاحي في الداخل أو في الخارج. ثالثا، ميثاق العمل هذا قد يتضمن صياغة دستور يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وليس نص يعتبره الحاكم ذريعة قانونية للحفاظ على صلاحياته ومصالحه على حساب مصالح الوطن والمواطنين. رابعا، على هذه الجبهة أن لا تجبر المشاركين بالتخلي عن قناعاتهم السياسية، بل أن تكون منبرا حرا وبرلمانا أو مجلس شورى يمرننا على تحديات المستقبل، حيث تكون التعددية الفكرية والسياسية مصدر قوة وليس ضعف. لا نطمح لإلغاء الآخر، بل نطمح لتأسيس كيان للمعارضة في الخارج بعد انعدام سبل الحراك في الداخل، ليكون طليعة في تقبل الآراء المختلفة حتى لا نكون مرآة قمعية لنظام أنهك قوانا خلال أكثر من 8 عقود. في الختام، هذه النقاط التي سبق ذكرها ليست لائحة متكاملة لما نطمح به، بل هي مجرد بداية لتأسيس مشروع كبير ينهض بنا حتى نكون في عداد الأمم التي تحترم أبنائها وتقود نفسها بنفسها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.